الجديد في الذهب نقربوه منكم حتى نرضيكم، والبنات عندهم ما يوريكم. السلام عليكم، معكم فاتيل مجوهرات فاتيل. اليوم جبت لكم انصامبل جديد غزال موديل رائع كيقولوا ليه غلوي. غادي نوريكم كل حاجه عن قرب وغنبدا لكم بلا غورمات هي الاولى. فكيف ما كتشوفوا البنات فلا غورمات كتجي على هذا الشكل. هذا كيجي فيها هنايا مخدوم بالتخوادي، فيها واحد لابغيونس خطيره، والنص ديالها مخدوم بالحجر لي بيان سيغتي. عندها سلسله ديال شوباغ في الجناب، شي حاجه الصح والعمل. عندها هنايا جوج البليصات منين كتسد على حسب لاطاي ديال اليديده، وممكن تسديها في سنيسله ديال شوباغ كيف ما بغيتي، حيت العوينه ديالها تيكونوا كبيبرين. كاينه اوسي لاشين بوندونتيف، حتى هي اللي كتجي على هذا الشكل. هذا كتجي خطيره وغزاله ورائعه، حتى هي لو ميم ديزاين كيف ما كتشوفوا. ها كيفاش دايره من اللور، كتجي على هذا الشكل. هذا البلياريا ديالها كتجي رقيقه وزوينه، الشين ديالها حتى هي الشوباغ الرقيقه، كتجي شي حاجه فريمون زوينه. كاين لاباك ديالها حتى هو اللي كيجي على هذا الشكل. هذا ديزاين ديالو لو ميم ديزاين كو لونسومبل، حتى هو نفس القضيه. لاليونس ديالو كتجي بحال هكا من الجنب رقيقه ولكن فريمون صحيحه. فوالا ها الغولد ديالها كيفاش كيجي. واخيرا كاينين لي بوكل اللي غادي نوريهم لكم حتى هما كيفاش كيجيو. كيجيو على هذا الشكل هذا، حتى هما نفس الديزاين ديال لونسومبل، كيجيو بحال هكا من الجنب على هذا الشكل. هذا الطريقه ديال الحله ديالهم عاديه، يعني الطريقه العاديه ها كيفاش دايرين من اللور. ودابا غادي نوريكم لونسومبل كيفاش كيجي ملبوس. تابوناو فاش كتسناو، راه الذهب ملي كيتلبس عاد تيزيان ويبان. فكيف ما كتشوفوا البنات لونسومبل كيجي بحال هكا في اللبسه، كيجي ديال الاستعمال اليومي خطير وغزال. غنوريكم سنيسله عن قرب. فكيف ما كتشوفوا سنيسله كتجي بحال هكا، كتجي لاصق على العنيق. الا كان العنق ديالك رقيق كتاخذي هذه، الطول ديالها 39 سنتيمتر. والا كان العنيق ديالك عامر غير شويه تاخذي اللي طول منها زايده على غير ب 50 درهم. بالنسبه للابوكل حتى هي كتجي على هذا الشكل هذا، يعني شي حاجه فريمون ديال الاستعمال اليومي وغزاله، والديزاين ديالها فريمون زوين. وبالنسبه لاباغ ولا غورمات فهما كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو انيقين ورائعين في اللبسه. كنتمنى انهم نالوا الاعجاب ديالكم. فوالا البنات، هذا هو لونسومبل اللي اليوم اخترت عليكم. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. مع مجوهرات فاتين ذهبي حتى لعندك. باش يبقى يوصلكم الجديد ديروا جيم للصفحه ديالنا وتابوناو معنا، وغير بكليك كلشي بين يديك. بيجوتري فاتين ذهبي حتى لعندك.